السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة شريك حياتي، واهلا وسهلا في فيديو جديد وطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج. اتمنى ان اموركم كلها تكون بخير وصحتكم تكون على احسن حال، وارحب باللي لسه بيشوفني لاول مرة، اهلا بيك معانا في القناة، واتمنى انك تكمل الفيديو للنهاية علشان تعرف طبيعة هدف قناة شريك حياتي وتعرف مواصفات عروستنا النهاردة. وفي نهاية الفيديو هيكون فيه بعض الصور ومقاطع الفيديو المسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، يعني هتعرف مواصفاتها ومواصفات شريك حياتها، وفي نهاية الفيديو تتعرف عليها شكليا. فكمل الفيديو بس من غير ما تسرعه علشان تفهم كل البيانات كاملة عنها. قناة شريك حياتي قناة هدفها توفيق راسين في الحلال من غير مقابل، فقط كل اللي عليك انك بتشترك في القناة وبتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك كل فيديو جديد بطلب زواج جديد او طلب تعارف بقصد الزواج. وفي التعليق بتكتب لنا مواصفاتك بكل امانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. واحب افكركم تاني ان في نهاية الفيديو هينزل بعض الصور ومقاطع الفيديو المسجلة نبذة عن حياة عروستنا اليوم، فكمل الفيديو بس من غير ما تسرعه عشان تعرف بياناتها كاملة. طلبات الزواج اللي بتوصل للقناة، بتوصل طلبات زواج من جميع أنحاء العالم، من مقيمين ومن مغتربين، جميع الجنسيات وجميع الأديان ومختلف المراحل العمرية ومختلف المستويات الاجتماعية والمادية، أيضا مختلف الحالات الاجتماعية. بتوصل طلبات من المطلقات ومن العازبات ومن الأرامل. طلبات الزواج اللي بتوصل لنا طلبات زواج مسيار، وطلبات زواج شرعي معلن، وطلبات زواج التعدد، وطلبات تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج، وطلبات زواج لسيدات ميسورات الحال بيرغبن في الزواج ولديها سكن للزوجية كتخفيفا لتكاليف عبء تكاليف الزواج على الزوج، يعني مساهمة منها. وطلبات زواج لسيدات أعمال بيرغبن في الزواج ولديها سكن وعمل للزوج، وأيضا طلبات زواج لسيدات بيرغبن الزواج ويقبلن بزواج التعدد. فإذا كنت مهتم بزواج التعدد أو زواج شرعي معلن أو زواج المسيار أو التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج، يبقى مكانك معانا في القناة. فقط كل اللي عليك انك هتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات وتكتب في التعليق مواصفاتك ومواصفات شريكة حياتك، وان شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. واحب افكركم مرة تانية كمل الفيديو للنهاية من غير ما تسرعوا، علشان في نهاية الفيديو هيكون فيه بعض الصور ومقاطع الفيديو المسجلة نبذة عن حياة عروستنا النهاردة. عروستنا النهاردة هي سورية مطلقة وبتبلغ من العمر 29 عام، ليس لديها أطفال، بتطلب تعارف ودردشة جادة بقصد الزواج تحت أي مسمى مع رقم الهاتف. بتبلغ من الطول 162 سنتي ووزنها 70 كيلو، شعرها طويل ناعم اسود لأسفل الظهر، عيونها عسلية واسعة، تعليمها متوسط. بتقول في الرسالة: أنا سورية مطلقة من القامشلي، ليس لدي أطفال، حلوة حيل وجادة لغرض التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج تحت أي مسمى مع وجود رقم الهاتف لجدية التواصل. انا كتومة واحافظ على سيرتي اللي راح ارتبط فيه. انا امرأة صادقة وحنونة ورومانسية حيل، ماني مفدعة ولا مشجة ولا خمة ولا عفنة، انا مي ونار بالبيت، راقية ونظيفة وخلوقة، صبورة حيل ومحترمة، واضافة الى ذلك انا قلبي ابيض ولا ابدا يشيل الهم ولا يزعل من احد، دائما التمس العذر للاخرين لان الدنيا زائلة ولا تستاهل ان اعيش لحظة ازعل فيها. اتمنى التعارف والصداقة والدردشة الجادة بقصد الزواج تحت اي مسمى مع وجود رقم الهاتف، واتمنى ان اجد نصيبي من خلال هذه القناة مع رجل ناضج يكون من اي دولة، ليس هناك شرط على جنسية معينة، المهم انه يكون زوج صالح وقادر على تحمل المسؤولية، رومانسي ومرح وقوي الشخصية.
رجل يكون رشيق الجسم وذكي جدا، مهتم بالنظافة الشخصية ويستخدم العطور. العمر غير مهم بالمرة، المهم أنه يكون متفاهم معي ويصير توافق بيني وبينه. مستواه المادي والاجتماعي يكون مقبولين، وصاحب سمعة طيبة بين الناس، لا يشتكي من أي أمراض نفسية ولا عصبية، ولا توجد لديه أي مشاكل اجتماعية. رجل بيتسم بالتواضع ويكون حنون حيل ورومانسي حيل. أنا أبحث عن رجل أستقر معه الباقي من عمري في علاقة زوجية أبدية قائمة على الحب والاحترام. فإذا بتجد في نفسك أنك جاد في التعارف والدردشة الجادة بقصد الزواج تحت أي مسمى، اكتب لي في التعليق مواصفاتك بكل أمانة وجدية مع رقم الهاتف حتى أتواصل معك إن شاء الله. أتمنى لها التوفيق، إن ربنا يرزقها بالزوج الصالح من خلال القناة. إذا كانت عروستنا متناسبة مع مواصفات شريكة حياتك اللي بتحلم بيها، اكتب في التعليق إن هي مناسبة ليك، واكتب رقم الهاتف عشان تتواصل معاك. وفي نهاية الفيديو إن شاء الله هيكون في بعض الصور ومقاطع الفيديو المسجلة نبذة عن حياة عروستنا النهاردة، فتابعوا للنهاية عشان تتعرفوا على شكلها. لكن لو مواصفاتها مختلفة عن مواصفات شريكة حياتك، يبقى اشترك في القناة وفعل جرس التنبيهات، وفي التعليق اكتب مواصفاتك بكل أمانة وجدية ومصداقية ومواصفات شريكة حياتك، وإن شاء الله يكون نصيبك من خلال القناة عندنا. أتمنى أنكم تعملوا شير ولايك للفيديو عشان يستفيد بيه أكبر عدد ممكن من الباحثين والباحثات عن الزواج أو التعارف بقصد الزواج. أتمنى لكم الخير، وشكرا لمتابعة الفيديو للنهاية، وأشوفكم على خير في الفيديو الجاي، والسلام عليكم ورحمة الله.